يقول ربنا يسوع أنتم نور العالم، فكونوا نورا للجموع. أنتم نور العالم، والنور يبقى في المنار، فذا مكانه الصحيح، يقود كل من يختار إلى الحياة في المسيح. يقول ربنا يسوع أنتم نور العالم، فكونوا نورا للجموع. أنتم نور العالم، فها حياتكم تنير ويهتدي بها الكثير. إن تحسنوا أعمالكم يمجد إلهكم. يقول ربنا يسوع أنتم نور العالم، فكونوا نورا للجموع. أنتم نور العالم. أنتم نور العالم. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة، فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.